السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة. اليوم هنقدم لكم 4 طرق مختلفة لتحضير السردين بمذاق جد رائع. إن شاء الله غنبدأ بطريقة السردين المعلب، كيجي جد هائل. والطريقة الثانية سردين الكفتة كواري بطريقة جد بسيطة. بالنسبة للطريقة الثالثة عندنا السردين في الفرن، كيجي بواحد الشكل رائع جدا. وأخيرا السردين المقلي بشرمولة لذيذة بزاف. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. قبل ما تشاهدوا الفيديو اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم ونخرطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بالنسبة للمقادير، الطريقة الأولى ديال السردين كنحتاجو 600 غرام ديال السردين منقي على هذا الشكل، واللي بقى طريقة التنقية ديالو يعاود نرجع للطريقة ديال الطاجين ديال السردين راه سبق ليا أنني حضرتو. معلقة صغيرة تاع بابريكا أي التحميرة، الملح حسب الذوق، نص معلقة صغيرة ديال السودانية، وهاد السودانية يمكن نوضعها حتى تكون صحيحة راه هي صغيرة. معلقة صغيرة ديال الطماطم مصبرة، جوج أوراق تقريبا نتاع أوراق سيدنا موسى أوراق الغار، الخل ربع كاس تقريبا فايت شوية، نص كاس ديال الزيت إما زيت نباتي أو زيت مختلطة بين زيت زيتون وزيت نباتي، نص كاس ديال الماء. بسم الله على بركة الله، كناخدو هاد الطوا وكنبقاو كنستفو فيها الحوت على هاد الشكل. ومن الأفضل تكون الطوا مسرحة مزيان على هاد الشكل باش نستفو وحدة وحدة وحدة، ما نديروش وحدة فوق وحدة وحدة. بعد ما استفنا السردين على هاد الشكل كناخدو هاد نص كاس الماء كنوضعو فيه السودانية، وهاد السودانية اختيارية ولكنها كتجي لذيذة. كنوضع فيه بابريكا، الملح حسب الذوق كي كنقول لكم دائما، كناخدو هاد الطماطم مصبرة، كنمزجو هاد الخليط ديالنا مزيان على هاد الشكل حتى تمتزج هاد الخليط مزيان، كنصبوه فوق هاد السردين. الزيت ورق الغار الخل كنوضعو الكل فوق النار. من بعد ما عملنا الطوا فوق النار هي كتغلى، غادي نتركوه تقريبا 10 دقائق عاد نقلبو هاد السردين ولا ما نحركوش حتى تمر 10 دقائق. عاد نوريكم الطريقة الثانية وكنقصو عليه النار، النار تكون متوسطة. الآن بعد ما مرت 10 دقائق كنحاولو نقلبو فيه على الجهة الأخرى بلاتي هي أحسن. بعد ما قلبنا الحوت ديالنا غادي نقصو عليه النار، النار تتكون مهيلة، وغنحيدو عليه الغطاء ونتركو حتى يتقلى مزيان عاد نقدمو. السردين ديالنا ها هو طاب، راه كيجي لذيذ بزاف وبنين، وطريقة أحسن من المعلبات اللي في الأسواق. غير جربوه وما تردوش، واللي جربتو ترد عليا الخبار، راه كيجي كيعجب حتى الأطفال السندويتشات. وكنتمنى هاد السردين ينال الإعجاب جميع اللي شاهدوه وشافوه. الآن غادي نطفيو عليه النار ونتركو حتى نقدموه. بالنسبة للمقادير، طريقة ثانية كنحتاجو 600 غرام ديال السردين منقي على هذا الشكل، وكناخذوه وكننقيو الليبا طريقه التنقيه ديالو يلقاه في الرابط اسفله. راه سبق ليا وريت الطريقه في الطاجين نتاع السردين في الكفته حتى تصبح على هذا الشكل، وكنطحنو تولي كفته. عندنا معلقه كبيره ديال الارز، 3 فص تاع الثوم، قليل من الملح، حبة واحدة تاع الطماطم، معلقة كبيرة طماطم مصبرة، معلقة صغيرة ديال الكمون،
السميقه ديال البزار، معلقه صغيره ديال البابريكا اي التحميره، الخرقوم معلقه صغيره، السميقه صغيره السودانيه اي فلفل الحار وهذا اختياري، مسيره ربع مسيره مرقده، قزبر ومعدنوس قليل منهم. بسم الله على بركه الله. بعد ما نقينا السرديل وطحناه صبح على هذا الشكل، الرز كذلك قبضناه وسلقناه بشوية الماء والملح، طماطم بعد ما بشرناها. الان غادي نحاولوا نديروا في هذه المكونات نديروا فيهم العطريه. كناخذوا الخرقوم نص كميه هنا، نص كميه في الطماطم كذلك نص كميه هنا، نص كميه الحوت، كمون نص كميه، الابزار قليل من هنا قليل من هنا، بابريكا اي التحميره نص الكميه. كناخذوا هذا الرز كنصبوا كذلك، هذا الرز راه رز غير عادي قطنا وسلقناه، قزبر معدنوس، قزبر معدنوس بهذا الشكل. كناخذوا اللب كنديروه في السرديل، الثوم كذلك نصف هنا ونصف هنا، الطماطم غنتركوها حتى نديروها حتى تكون تتشحر مطيشة. من بعد كنمشيو هاد الخليط ديالها مزيان على هاد الشكل، هاد السرديل راه كيجي الروعة في المذاق. واللي بغى يضاعف المقادير يضاعفهم. هنا راه هذاك المصير راه فيه الملح، حتى ندوقو السردين عاد نضيفو له الملح، داكشيش ما ضفتش الملح. هنا الطماطم مطيشه غنضيف واحد القليل من الملح على هذا الشكل، وكنمزج هذا الخليط نمزجو مزيان باش ناخدو في المقلاه، نجعلو في المقلاه حتى تيتشحر مزيان تيتقلى. بعد الشيء عاد نضيفو اليه السردين، وهذا السردين حيت تنمزجو مزيان كنتركوه حتى تتشرب القوام ديالو، عاد نضيفوه للطماطم بعد ما تقلات. بسم الله كناخذ المقلاه كنوضعو فيها قليل من الزيت، كنوضعو فيها هاد الطماطم وكنتركو هاد الطماطم حتى تتقلى مزيان. بعد الشيء عاد نضيفو ليها السردين، السردين قوام بعد ما تقلات الطماطم. بعد شيء كناخدو الطماطم مصفرة نص كاس الماء، كنضيفو هاد الطماطم كنضيفوها الماء وكنمزجو على هاد الشكل، وكنصبو على الطماطم وكنتركها حتى تغلى. عاد نضيفو السردين كورة، الان بعد ما تقلت لنا الطماطم كنجي حتى تكون النار عاليه وكنضيفو الكفته بعد ما عملناها كويرات على هذا الشكل، كنغطيو عليه تقريبا 3 دقائق 4 دقائق. عاد بعد كنقلبو الكفته ديالنا وكنتركوها حتى تتقلى وكنقدموها. الان غادي نحاولوا نقلبوا الكفته بهذا الشكل باش تشرب لاصوص كاملها، وتنتركوها تقريبا 4 دقائق 5 دقائق وتطفيو على النار. كتجي هائله لذيذه بزاف. الان غنتركوها تطيب من الجانب الاخر من تحت ونطفيو على النار ونقدموها. ومره مره كنحاولوا هاد لاصوص نسقيوها بها باش تشرب البنه وتجي لذيذه بزاف. بالنسبه للطريقه الثالثه كنحتاجو 600 غرام ديال السردين منقي على هذا الشكل، نقيناه مزيان وغسلناه، معلقه صغيره ديال الكمون، ملح حسب الذوق،
السميقه ديال البزار السودانيه نص معلقه صغيره، هذا اختياري. بابريكا معلقه صغيره، معلقه صغيره ديال الخرقوم، 4 فص تاع الثوم، جوج حبات طماطم نص حامضه، فلفل واحده حتى نص وحده، قزبر معدنوس نص ربطه، الزيت. بسم الله نبدا على بركه الله. كناخذوا حبه واحده تاع الطماطم على هذا الشكل، بعد ما حكيناها بشرناها مزيان، وحده هي وضعناها دوائر. كناخذوا قليل من الملح، كمون، خرقوم، ابزار، ثومة، بابريكا، سودانية، يمكن اي واحد ما عنده السودانية يدير الهريسة حتى هي كتعطي التبنينة بزاف، قزبر معدنوس، بعد ما طحناه اما كنطحنو اما كنهرس ندكوه في المهرس، كنقلطو هاد الحامض عصير ديالو، كنمزجو هاد الخليط مزيان على هاد الشكل. يمكن نديرو على هاد الشكل، كنضيفو واحد القليل من الزيت، واحد النسبة قليلة تقريبا معلقة كبيرة، باش هاد الخليط نديروه في السردين. بسم الله نبدو على بركة الله. كناخدو السردين على هاد الشكل، كنقاو نديرو فيه هاد لاصوص باش كيجي، نعاودو ناخدو الاخرى على هاد الشكل، وكنديرو فيها حتى هي القليل، وكنحاولو نوضعو وحده مع وحده على هاد الشكل، هاهو، وكنوضعو في هاد الطاوة. وقبل ما نوضعو في هاد الطاوة كندهنو بقليل من الزيت، كنبقاو نستفو الحوت على هذا الشكل. نعاودو نفس العمليه كي درنا الاولى، نديرو الثانيه، وتنتركو هذا السردين حتى تيتشرب القوام ديالو، عاد ندخلو الفران. بعد ما وضعنا السردين في الطاوه كتبقى هاد لاصوص، كنحاولو نديروها فوق السردين على هذا الشكل، كناخذوا الطماطم هي كندير لها القليل من الابزار، قليل من الملح، كنحاولوا نوضعوها على هذا الشكل فوق السردين، هذا الفلفل كذلك كنرشوها غير بشويه الملح، كنبقاو مستمرين حتى تنوضعوا كلشي هذا الفلفل في الطاوه، كندخلو للفران وهو ساخن. الان غادي ندخلو للفران، الفران هو ساخن وما نديرو فيه لا ما لا والو، لان الطماطم راه كتلق لينا الماء. بسم الله. بالنسبه للطريقه الاخيره ديال السردين، كنحتاجو 600 غرام ديال السردين نقي على هذا الشكل، جوج فص تاع الثوم، معلقه صغيره تاع بابريكا اي تحميره، الكمون، نص معلقه ديال البزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم، الهريسه هذه اختيارية، نص معلقة حتى لمعلقة صغيرة، عصير حامضة واحدة، كمون معلقة صغيرة. بسم الله نبدأ على بركة الله. كنصبو الحامض كما عصرنا ديك الحامضة، واللي جاه الحامض كتير يدير نص حامضة،
الثوم بعد ما بشرناها، لان هذا السرديل اللي بغينا نقليو كيبغي الحامض، كيجي لذيذ به. وكنمزجو هذا الخليط على هذا الشكل. كنديرو قليل من الملح، دائما الملح حسب الذوق. بعد ما مزجنا الخليط كناخدو السردين بهذا الشكل، كنديرو فيه هاد الصلصة بهذا الشكل، كتجي بنينة بزاف. وكنحطو هكا حتى تنديرو الأخرى، عاد نوضعو وحدة مع وحدة، إما كنقليو واحدة على هاد الشكل على هاد الشكل وكنقليو، إما كنديرو وحدة فوق وحدة حسب الإختيار أي واحد. وكنديرو كل هاد لاصوص، تندير السرديل كاملو وتنطلقو هاد السرديل مدة تقريبا شي ساعة حتى لساعة، حتى تيشرب هاد السرديل القوام ديالو مزيان باش يجينا بنين على هاد الشكل. وكنبقاو مستمرين حتى تنكملو جميع هاد السرديل اللي عندنا. بعد ما تركنا السرديل تقريبا ساعة هو على هاد الشكل، الآن كناخدو دقيق الفرص ودقيق الحش وكنمزجو بيناتهم هاهو على هاد الشكل. هذا الدقيق ديال القمح، وكنبداو كنمزجو. اللي ما عنده دقيق القمح يدير فينو، الدقيق كيتباع الأسواق، ديرو تاهو مزجو مع دقيق الفرص. كناخدو واحد السرديله ها هي على هاد الشكل، وكنبقاو كنمزجو فيها الدقيق باش نقليوه في الفرن، نقليوه في الزيت عفوا. بهذا الشكل كنحاولو نكدو وحده مع وحده مزيان، كنديرو عليه هكا، وكنبقاو مستمرين حتى تنكملو الكل. عاد نوريكم كيفاش نقليوه في الزيت. بسم الله على بركة الله. كناخدو هاد المقلاة كنديرو فيها الزيت بعد ما كملنا السرديل ديالنا على هاد الشكل. الآن غادي نحاولو نقليوه. بسم الله. وتنطلقو التقلا حتى كيتقلا من التحت، عاد نحاولو نقلبو. لما طاب السرديل ديالنا كنحاول نحيدو وكنوضعو في هاد البابي هذا باش يتشرب هاديك الزيت ونقدمو. الشكل النهائي ديال الأطباق ديالنا ديال الحوت جاو على هاد الشكل، كيف ما تلاحظوا بأن نوع واحد من الحوت هو السردين، حاولنا نحضروا به أربعة الأشكال من الأطباق. الطبق الأول هو اللي على شكل علب، راه كيجي بنين ولذيذ بزاف. الطبق الثاني على شكل كويرات كفتة. الطبق الثالث في الفرن، والأخير مقلي في الزيت. كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم، جربوهم وبارطاجيوهم مع أصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.